بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر 6 ستراب فوتنج هناخد آه بارت 3 وهو عبارة عن استكمال لخطوات تصميم القاعدة الشدادات أو الكنتليفر بيم. إحنا في المرحلة السابقة جبنا المأساة بتاعت الخرسانة العادية على أساس إن سمك الخرسانة العادية أكبر من 20 سم فهنبتدي نعمل تشيك الخطوه الثالثه تشيك على الستريسز نعمل تشيك على الستريس ازاي نجيب الستريسز تحت البلين كونكريت نجيب السيجما نت عباره عن الار انتيرير على ال L في البي ده لو كان مستطيل او على بي سكوير لو كان مربع وهنجيب السيجما نت اكسترنال عباره برده كان ار اكسترنال على L External ال اكسترنال في البي اكسترنال بتاعت البلين كونكريت لازم الاستريسز ديت والاستريسز دي تكون اقل من مين؟ من الكيو نت اللاوبول لو ما كانش يبقى الدايمنشن نغيرها. بعد كده هنبتدي نشتغل على الخرسانه المسلحه. عشان نشتغل على الخرسانه المسلحه هنجيب حاجه اسمها السيجما نت عباره عن الار انترنال في على ال ال انترنال في البي. طيب ايه جبنا ديت عادي جدا سيجما نت برضك ار اكسترنال بس دي مقاسات بتاعت الخرسانه المسلحه اللي احنا جبناها. ف لازم الاسترس دي تكون اقل من 50 كيلو جرام على السنتيمتر مربع وده الاجهاد البيرنج بتاع الخرسانه طيب عايزين نعمل تشيك على الاكسنتريستي بقى في الرينفورسد كونكريت طيب انت عندك هنا ال ال بتاعه الار سي تجيب الاكسنتريستي عباره عن ال اكسنت بتاعه الار سي ناقص ال بتاعه العمود على 2 وبعدين تعمل ايه تجيب الاس داش اللي هي عباره عن اس ناقص اي ده كله للخرسانة المسلحة خلي بالك وبعد كده جيب الار زي ما تعلمنا في الطريقة السابقة او الجزء السابق نجيب الار اكسترنال عبارة عن البي اكسترنال وركينج في الاس على الاس داش هنا ما بتيجي تاخد سج... سيجما المومنت حوالين نقطة او حيث النقطة او ديت وهنا سيجما واي بتساوي صفر فطلع من هنا الار انترنال والار اكسترنال طيب وبعدين بعد كده مفروض ان انت بالار اكسترنال والار انترنال دولت تجيب الايه تجيب الاستريسز بتاعك الار انترنال والار اكسترنال والبي التيميت بقى نبتدي نحط الاستريسز تحت القاعده المسلحه عشان نبتدي نصمم الاستراب او نحطها تحت برضك القاعده المسلحه عشان نصمم القواعد بتاعتنا هنصممها ازاي هنشوف في الجزء القادم ان شاء الله شكرا